وجهت لجنة المتابعة للقوى الوطنية الإسلامية في قطاع غزة الشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم أهالي القطاع، مناشدة بإدخال الجرحى والمصابين لتلقي العلاج داخل مصر. وفي بيان لها أوضحت اللجنة أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة الوحشية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني دون استثناء، وبدعم من القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي كشفت عن وجهها العدائي الشرير وباتت تدير الحرب عبر غرفة العمليات المشتركة في واشنطن وتل أبيب، وتشارك بكل قوتها التدميرية في سحق عظام الأبرياء من الأطفال والنساء.